Good morning, ladies and gentlemen. Today I will lecture about chapter 10, 11, and 12, and 13, 14. يوم حضرتنا هتكون خمسة شابترات اللي هي شابترات العاشر، 11، 12، 13 و14 من يعني من رواية Wuthering Heights by Emily Bronte. طبعا هنا chapter 10 we see that Mr. Lockwood had become sick because of his traumatic experience بسبب تجربة المريرة اللي مر بها at Wuthering Heights بعد ما زار Wuthering Heights آخر مرة. He spends 4 weeks in misery كان عاني مدة 4 أسابيع بسبب هذا المرض اللي هو تعرض للبرد يعني وأيضا عضات الكلاب وغيرها في Wuthering Heights. So he thickly visits him. Mr. Lockwood summons Nadine and demands to know the rest of the story. بعد زيارة مستر هيثكليف رجع الفضول عن مستر ليكويد راد يعرف بقية القصة، لذلك استدعى يعني مدبرة المنزل نادين حتى تروي أو تكمل القصة له. كان فضوله يتمحور حول how did Heathcliff the oppressed and revealed reviled outcast make his fortune and acquire both Wuthering Heights and Thresholds Grand. كان سؤاله الأول شلون هذا الشخص اللي اسمه هيثكليف يجمع هذه الثروة، واثنين طلابنا هيثكليف spends 3 years يعني في مكان معين acquired wealth وجاب به عندها يعني بعض يقول تجارة بعض من خلال انضمامه للجيش، ما حد يعرف يعني وين قضى هاي 3 سنوات وجمع هاي الثروة. About 6 months after Catherine's marriage to Edgar Linton, Heathcliff returns home nearly at Thresholds Grange. طبعا هناك رجع كانت نيلي دين يعني هي مدبرة منزل في Thresholds Grange بعد رجوعه، وكانت يعني كاثرين متزوجة من إدغار صار لها 6 أشهر. So Catherine was very happy to see him. Catherine كانت كل سعيدة يعني طلابنا سعيدة لرؤيته. An affection for one another makes Edgar uncomfortable and jealous. وعواطفهم واحدهم اتجاه الآخر يعني هيثكليف وكاثرين جعلت من إدغار غيور وغير مرتاح لهذه هذا الشيء. طبعا هيثكليف grows gentlemanly and physically أصبح جنتلمان جدا وجسمانيا أقوى، والسافجري خلينا نقول احنا الهمجية بقت عنده شوية موجودة في عينه. طبعا هندلي invites him to stay at Wuthering Heights that surprised Catherine and Nelly. وهندلي اللي ما يطيق هيثكليف دعاها انه يرجع يسكن في المنزل، وهذا سبب مفاجأة لكاثرين ونيلي. طبعا هيثكليف اخبر كاثرين that Hindley was in the card game gambling when he saw his let's say great wealth. كان هندلي قامر فقامر وياه هيثكليف وخسر وشاف انه هو عنده ثروة هائلة، لذلك هندلي excitedly invited him to return. كان غرض من هندلي يعني طلابنا انه يسرق اموال هيثكليف او يستحوذ عليها. كاثرين وإيزابيلا began to visit Wuthering Heights وهو كانوا يعني كاثرين وإيزابيلا يزورون Wuthering Heights وهو يرد الزيارة لهم calling at the Grange. إيزابيلا began to fall in love with Heathcliff despite the obvious love for Catherine. على الرغم من الحب الواضح لكاثرين هيثكليف كان إيزابيلا كانت مغرمة بمن بهيثكليف. طبعا هذا هي ما شجعتها her sister-in-law to be if that have that affections. Her harbors work wicked wicked and vengeful motives. وطبعا نيلي وكل من كاثرين حذروها وقالوا لها انه هو يخبي شيء، خاصة نيلدين انه يخبي شيء وينوي انتقام من يعني من خلالك. طبعا chapter 11 طلابنا نيلي كانت في Wuthering Heights to talk with Hindley. She finds Harriton who throws stones at her and curses. بدأ يشتمها هاريتون بعد ما زارت
هندلي، وكان هارت يعني يرمش حجارة ويغلط ويعني يلعن إلى آخره. هيثكليف has taught the boy to swear at his father's هندلي، وهيثكليف علم الابن كيف يسب والده. and has forbidden the carrot offered to educate هارتون، وقطع تعليم شنو هارتون. هيثكليف appears نيلي flees. بعد ظهور هيثكليف نيلي هربت من هذا المكان لأن تخاف من هيثكليف وتصرفاته. نيلي لاحظت أنه هيثكليف was embracing إيزابيلا، يحضن إيزابيلا وأكو مشاعر حميمية بينهم. كاثرين طالبته بأن يكشف his true feelings about إيزابيلا، يعني يكشف يعني حقيقة مشاعره تجاه إيزابيلا، وإذا فعلا كان يحبها أو لا. إذا كان يحبها فحتحاكي إدغار، وإدغار يوافق على الزواج ويتزوجون رسميا. هيثكليف scorned this idea. هيثكليف يعني سخر، و يعني كان يعني منزعج من هذه الفكرة. كاثرين has wronged him by marrying إدغار، وقال لها أنتي أخطأتي بحقي من خلال زواجك بإدغار. نيلي informs إدغار، نيلي يعني أخبرت إدغار that there is something occurring between Catherine and Heathcliff in the kitchen، أنه كان أكو شيء أو حوار ساخن بين هيثكليف وكاثر في المطبخ. دخل بغضب إدغار. إدغار storms. هيثكليف refuses to leave، وهيثكليف رفض أن يغادر. وراد يستدعي الخدم. He summons his servant for help. But Catherine throws the key into the fire. Catherine أخذت المفتاح ودبته بالنار وقالت له واجه رجل لورجل، رجل لرجل. Forcing Edgar to comfort Heathcliff without help of additional man. إدغار شعر بالخوف والعار، وكاثرين كانت تصر عليه انه يضرب هيثكليف، يتحداه كرجل. كاثرين تونس جاود إدغار انتو سترايكين هيثكليف، وهنا إدغار ضرب هيثكليف. إدغار exit through the garden in terror of the largest stronger هيثكليف، وغادر طبعا هنا إدغار للحديقة بسبب خوفه من هيثكليف اللي يعني يكون أضخم وأقوى منه. إدغار hurries to find help. هيثكليف cannot fight three armed men apart. وبعد ما أجا إدغار برفقة يعني خدم ثلاثة مسلحين، لذلك غادر. إدغار declares that Catherine must choose between Heathcliff and himself. إدغار أخبر زوجته قال أما تختاريني أو تختارين هيثكليف، لذلك هي بسبب هذا الشيء رفضت تتكلم وياه. And she become يعني fasting، يعني بدأت تحرم نفسها من الأكل، refusing to eat. Despite days pass in this way، إدغار warns إيزابيلا if she pursues Heathcliff he will cast her out of the Linton family. واستمر هذا الحال انه كاثرين متاكل، ولكن إدغار حضر اخته شيء مهم فيها نهاية هذا الشابتر، انه اذا اصرت على يعني علاقتها بهيثكليف سوف يطردها من العائلة. في الشابتر 12 طلابنا كاثرين رجعت تاكل، began to eat again and asked the servant to bring her food. ولكن هي ما كانت تفهم why understand إدغار has not come to her، ليش ما أجا إدغار وصالحها. She runs about her childhood with Heathcliff، وكانت تحلم أو تتذكر أيام طفولتها مع Heathcliff. She speaks obsessively about death، وكانت تتكلم بهوس عن الموت. To the window and force it open، وكانت تفتح فتحة يعني النافذة تتخيل انه هي تشوف Wuthering Heights من هذا يعني Wuthering Heights from this window، كان تشوف Wuthering Heights من هذه النافذة. Catherine says that even though she will die her spirit will never be rest at rest until she can be with Heathcliff،
وشافت انه ما راح تكون مرتاحة الا ان تكون مع هيثكليف again. ادجار شاف حالتها الصحية تدهور، هي برنج الدكتور. في تلك الليلة طبعا ضاعت نعت ايزابيلا عن هيثكليف الو. هربت ايزابيلا برفقة هيثكليف للزواج، وهيثكليف وادجار اعلن انه ايزابيلا اخته فقط في الاسم، ما تملك شي هنا أنا، وحرامها يعني من زيارة المكان. في الشابتر 13 طلابنا نشوف ادجار نيلي عن نيلي spent 2 months with nursing Catherine through illness. وهي كانت حامل وكانوا يرعوها لأنه كانت مريضة. 6 weeks after Isabella and Heathcliff marriage, Isabella sent a letter that Edgar begging his forgiveness. بعد 6 أسابيع من الزواج من هيثكليف، إيزابيلا كانت متندمة وتكتب رسائل طالبة المغفرة من أخوها إدغار. إدغار ignores her pleas. She sends a letter to Nelly. وإدغار تجاهل يعني ترجيها، ولكن إيزابيلا أصرت أنه كتبت رسالة أخرى إلى نيلي دين، ووصفت لها her horrible experiences at Wuthering Heights، ويعني تجاربها الأليمة في وذرينغ هايتس. في تلك الرسالة she explained that Henley and Joseph and Harton all have treated her cruelly and that Heathcliff declares he cannot punish Edgar for causing Catherine's illness. He will punish Isabella in his place. يعني كان كل من هارتون وهندلي وجوزيف يعاملوها بقسوة. وايضا هيثكليف قال اني بما انه ما اقدر اعاقب ادجار لان كان في سبب مرض حبيبتي كاثرين، لذلك راح اعاقبك انت اخته بمكانه. هندلي has developed a mad obsession with هيثكليف، وهندلي اصبح مهووس بمن هيثكليف هو has the position of power، واللي اصبح مسيطر في منطقه وذرينغ هايتس. Hindley hopes that he will be able to obtain Heathcliff's vast fortune for himself. وهندلي كان يطمح انه هيثكليف يموت بطريقه معينه حتى يستحوذ على ثروته الهائله. وكان يعني هندلي يدلي زوجه هيثكليف اللي هي ايزابيلا. He shows her the weapon. He hopes that she kills Heathcliff with a pistol. أو نايف، كان دائما يراويها سكينة أو مسدس بسكينة حتى تقتل هيثكليف وهو يستحوذ على كل أمواله. She has made a terrible mistake. وإيزابيلا تخبر نيلي دين أنها ارتكبت خطأ فظيع. And begs نيلي to visit her at Wuthering Heights. وتترجى نيلي أنه تزورها في منطقة Wuthering Heights. نيلي طبعا زارت ايزابيلا. هيثكليف كمشها يعني او مثل ما نقول بعاميه كمشها عن اس، وضغط عليها انه لا لح عليها انه شنو اخبار كاثرين. نيلي طبعا وكان يخبرها انه يدي يزور كاثرين يشوفها. نيلي ريفيوزز وهو هددها انه تصبح سجينه. هي ويل بريزن ات وذينغ هايتس and go alone. لذلك هي وافقت ان فاوضته على انه she agrees to carry a letter from Heathcliff to Catherine. قالت له انا اكتب رسالة وانا راح احملها الكاثرين حتى تخلص من شعره. في تحليل هذه الشابترات طلابنا نشوف هيثكليف ظهر على سن على انه villainous or villain as the villain، يعني ظهر على انه البطل الشرير في هذه الرواية. tortured by the depth of his love for Catherine، وكان متعذب بسبب حبه لكاثرين وحقده وكراهيته of Hindley and the Linton family، وكراهيته الهندلي وعائلة لينتون for make him seem unworthy of her، لأنه كان يحس أنه هم كان سبب حرموه من عندها، وكانوا يعني أظهروا على أنه ما يستاهلها. Heathcliff dictated himself to for revenge، كان مكرس نفسه إما للانتقام طبعا من خلال انتقم من خلال يعني انتقم من خلال عفوا من هندلي، وأيضا دعنست إيزابيلا
وهذا أظهر his destructive cruelty makes him the villain in the book. وهذا يعني هاي الوحشية المدمرة جعلته يظهر على أنه هو الشرير في القصة. كريتيك طبعا النقاد يتجادلون بينهم ما بين إذا كان هيثكليف is a hero or villain، يعني هل هيثكليف هو بطل أو شرير. في بعض الأحيان he fulfilled the both roles، ولكن يبدو كأنه هو البطل وهو الشرير في آن واحد. behave cruelly and harmfully toward many other characters، هو كان يتصرف تصرفات قاسية ومؤذية تجاه أشخاص آخرين، ولكن كل هذا كان سببه because of his pain for Catherine، بسبب حبه لكاثرين. هيثكليف's own misery، هذا المأساة هيثكليف وعذابه وبؤسه كله سبب انه كان يدي نقله اما to cause misery for the others، حتى يسبب المآسي للآخرين والتعاسة للآخرين. the love between Catherine and Heathcliff is the center of Wuthering Heights، يعني الفكرة الأساسية وتمحور عنها حولها القصة هي حب ما بين حب يعني ما بين علاقة الحب ما بين كاثرين وهيثكليف. على الرغم أنه هيثكليف يبدو أن human inconceivable character، على الرغم أنه يبدو بعض الأحيان شخص غير إنساني وغير مفهوم. يعني كثير من النقاد والباحثين scholars believe that Bronte is a moralizing cautionary tale about the danger of loving too deeply. كأنما بعض يعني الباحثين والعلماء والنقاد يقولون أنه إيميلي برونتي كانت تريد تحذر الناس من أن يحبوا بصورة قوية عميقة. هذا يخلق كاريزماتيك مين كاركتر از هيثكليف اند كاثرين هو ديفيت اتس اون بيربس، يعني ولكن وجود شخصيات كاريزماتيه قويه مثل هيثكليف وكاثرين يدحض هذا الشيء. ايزابيلا طبعا ناخذها كمثال، هي انسنت او مورال بيور، هي يعني شخصيه بريئه واخلاقيه طاهره، ما عندها أي مشاكل مع أحد، ما مؤذي يعني ما سببت أذى أحد، ولكن أذاها هيثكليف، وهذا سبب يعني العلاقة ما بين هيثكليف وكاثرين سببت يعني للقراء أنه يتجاهلون إيزابيلاز سفرين. يعني أنت كقارئ تجي تركز وين على علاقة هيثكليف وكاثرين وتتجاهل بكل بساطة يعني معاناة إيزابيلا. هيثكليف suffers the ill treatment of character who seems intellectual and spiritual inferiors، وكان يعني يبدو بعض الأحيان أنه يعاني يعني معاملة سيئة والناس المثقفين واللي أعلى من عنده روحاني، so that he seeks revenge، انتقام من كمثال من هندلي. برونتي's strong characterization of Heathcliff، برونتي انطت لشخصية هيثكليف طلابنا شخصية قوية حتى تكون هي المهيمنة، وهاي الشخصية المهيمنة سبب تعاستها هو الحب. عندنا ايضا موضوع يعني اخر في هذا التحليل هو نيلي دين as a narrator، يبدو لبعض يعني لوهلة أو يعني من زاوية معينة أنه نيلي is jealous of Catherine's beauty, wealth and social position، أنه نيلي هي كانت غار من كاثرين، من جمال كاثرين وثروتها وأيضا وضعها أو مكانتها الاجتماعية. نيلي is not much older than Catherine and grow up serving her، وعلينا نتذكر احنا كقراء أنه نيلي هي مو كلش أكبر من يعني فرق العمر بينها وبين كاثرين مو كلش كبير، ولكن هي تربت أن تكون خادمة إلها.
Nellie's jealousy may also rise the passion for Edgar Linton, whom she praises. وأكون قاعد يقول أو بعض القراء أنه نيلي غيرة نيلي سببها عاطفتها أو حبها إما لإدغار لينتون اللي تمدحها على الدوام. طبعا آخر شيء في هذا الشابتر نيلي's feeling for the other characters in the novel are deeper and more complicated than she reveals to the court. ولكن مشاعر نيلي تجاه الشخصيات الأخرى بالقصة أعمق وأكثر تعقيدا من ما اللي تحكيه أو ترويه مستر ليكويد. ليش؟ لأنه هي دائما تحاول تغطي عن أخطائها ومشاعرها الشخصية. I hope you enjoyed this lecture. See you in the upcoming videos.